بعد ساعات الإفطار تحولت بلدة الرام إلى مسرح لجنود الاحتلال. وحدات من المستعربين تقتحم البلدة وتنصب كميناً وتختطف هذا الشاب دون أي مبرر سوى أنه فلسطيني. عدد من الجنود أحاطوا به، كبلوا يديه وساروا به إلى خارج البلدة لنقله إلى جهة غير معلومة، ولم يسمح لنا الجنود بالحديث مع الشاب المعتقل سوى بضع كلمات. أنا ما سويش إشي، عم بسيارة مع أخوي. ولإكمال دور الإرهاب، وبعد دقائق من الاعتقال عشرات الجنود يقتحمون البلدة ويطاردون الشبان بهدف الاعتقال أيضا. وبعد فشلهم أطلق الجنود عشرات الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، إضافة إلى القنابل الصوتية والغازية. أصيب خلالها عشرات الشبان بجروح وحالات اختناق، فيما لم يقف استفزاز جنود الاحتلال عند هذا الحد، بل طال العبث بالممتلكات العامة ومصادرتها. ألواح من الصفيح وسلات القمامة تعدى عليها هؤلاء الجنود بالسلب. شبان البلدة وبعد هذه المشاهد العدوانية رشقوا مركبات الاحتلال المارة بالحجارة والزجاجات الفارغة على الطريق الرئيس الذي يفصلهم عن معسكر احتلالي قريب. الرام تحت النار، وحدات من المستعربين وجنود الاحتلال يستبيحون المنازل وأيضا كافة المناطق والمخيمات والقرى. فهذا المشهد ليس وحده هنا في مدينة الرام، بل أيضا في مختلف القرى والبلدات. ومن محيط العاصمة المحتلة إلى شمال غرب رام الله تصاعد العدوان وتوحد الصمود. فمع اقتراب ساعات آذان الفجر حاول عشرات المستوطنين اقتحام قرية النبي صالح، لكن يقظة الشبان أفشلت مخططهم، وتصدى الشبان بالحجارة لجنود الاحتلال التي كانت ترافق زمرة المستوطنين، وينقلب حينها السحر على الساحر. علي دار علي، تلفزيون فلسطين.